عشان اظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. شركه عرب جروب معانا هيتر دي اتش 40 مطلعينه للعميل. انت حضرتك هندسه؟ عبد الله. استاذ عبد الله معانا؟ لا يا شاب انا عايز اجرب الجهاز الاول. هات هندسه. انا هظبط للبشمهندس الجهاز اللي هو الحساس الخارجي اللي هو بتاع تشغيل الجهاز. امسك يا شاب. امسك يا استاذ عبد الله. ده طبعا الحساس الخارجي. طريقه تشغيله سهله جدا. امسك كده. هنوصل الفيشه في الكهرباء. ده حساس الجهاز، حساس طويل طبعا. موضوع بسيط جدا. طبعا احنا عندنا هنا اري 29. امسك بس. اري 29 ده 29 ده الحراره الخارجيه. لو انا مسكت الحساس اللي هو الخارجي كده وعملت كده رفع ليه؟ ل 30 31 وبيعلى معايا. تمام؟ طيب عاوزين نظبط الجهاز. الجهاز متظبط على كام؟ حراره كام؟ الجهاز متظبط على 40. الجهاز جاي متظبط على كام؟ على 40. اللمضتين دول منورين، اللمضه دي منوره واللمضه دي منوره، يبقى كده الجهاز معايا ايه؟ شغال. طيب لو انا دوست هنا كده دوسه اخر زرع على الشمال، دوسه كده فصلت فصلت اللمضتين دول. هدوس دوسه طويله هنا كده. كده فرق درجات الحراره 5، انا اخليه كام؟ اخليه 1. يعني ايه 1؟ يعني الجهاز ده لما يوصل 34 35 يفصل، ينزل 33 يشتغل. بفرق درجه واحده في ايه؟ في التشغيل والفصل كده. بعد كده ادوس ايه؟ ادوس هنا كده خلاص. لو انتوا منورين احط فيشه الجهاز هنا. ثواني يا شباب، ثواني ثواني. حط لي فيشه الجهاز الاول في الكهرباء. فيشه الجهاز نفسه في فيشه الكهرباء. انا هنا هعمل ايه دلوقتي؟ هظبط الحراره هنا. الحراره هنا على 80 كده مظبوطه، وقالي 30. لو كانت اقل من لو كانت مثلا اقل من 30 لازم اعليها. اعليها ازاي؟ ادوس دوسه كده وارفع لفوق، هي 80 اخليها 80 خلاص. اشيل فيشه الايه؟ فيشه الجهاز بتاع فيشه الجهاز نفسه. احطها في الايه؟ احطها هنا. ايوه مظبوط. ايوه. واحط فيشه الايه؟ الحساس هنا. كده الجهاز هيشتغل معايا دلوقتي. حسب بس طبعا لازم ايه؟ اشغل الايه؟ المفتاح اخليه على الاون. كده الجهاز اشتغل معايا خلاص. دي التركه، الحاجه الفنيه اللي الناس كتير بتسال عليها. دي اتش 30 زي دي اتش 40 زي دي اتش 50 زي 60. نفس اللي حصل هيحصل في اي جهاز. طبعا هنا اداني ايه؟ اداني اي 1. اي 1 معناها ايه؟ معناها ان مفيش جهاز. طبعا ده جهاز دي اتش 40 اللي باشمهندس عبد الله واخده. ده غطا الجهاز، ده مؤشر الجهاز. ده شرح بسيط يا باشمهندس عبد الله. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. شكرا. شركة عرب جروب.